الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا. الحمد لله القائل في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. سبحان من بكت من خشيته العيون سبحان الذي سجد له المصلون سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون سبحان الذي أمره بعد الكاف والنون سبحان الذي أمره بعد الكاف والنون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان قاضي الحاجات سبحان قاضي الحاجات سبحان فاطر السماوات سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القوة والملكوت سبحان الله عدد الليل والنهار سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ندعوك الله
وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ظاهر يا باطن يا عليم يا ملك يا كريم يا غفور ويا رحيم ويا غفور ويا رحيم ها نحن قد جئناك بذنوبنا ها نحن قد جئناك بضعفنا بتقصيرنا بذلنا بزللنا بخطأنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إلهنا ومولانا وسيدنا ومالك رقنا ويا سامع نجوانا ويا سامع نجوانا اغفر لنا الذنوب اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب إلهنا تعلم ضعفنا إلهنا وسيدنا ومولانا تعلم ضعفنا لا طاقة لنا بنار فاعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار إلهي إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا إن لم ترحمنا فمن يرحمنا عبادك الضعفاء عبادك الفقراء اللهم فارحم ضعفنا ولا ترجعنا خائبين ولا عن باب جودك سيدي مطرودين وحاشا لك وحاشا لك أن تطرد الفقراء الضعفاء يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا وبالسيئات صفحا وغفرانا اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين نصرك نسأل لإخواننا في الشام اللهم انصرهم اللهم مكنهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم أطعم جائعهم إلهنا من يؤوي هؤلاء المرضى
مطرودين إلا أنت إلهي، من يكسو هؤلاء العراة إلا أنت إلهي، من يكسو هؤلاء العراة إلا أنت، أنت المستعان، أنت المستعان، وبك المستغاث، وبك المستغاث، وعليك التكلان يا أرحم الراحمين. إلهنا عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك فندعو، وليس لنا مالك غيرك فنرجو. إلهنا فاحفظنا واحفظ شبابنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا وعلماءنا يا قوي يا متين ويا الله. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ شباب هذا البلد ونساءه وأطفاله ورجاله وعلماءه والقائمين عليه. اللهم اجعل هذا البلد مددا للمسلمين في كل مكان يا قوي يا متين ويا الله. إلهنا أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين، نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك، اللهم أجب دعاءنا يا كريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.